سائل يسأل: جاري تاجر بيخزن السكر عشان عارف ان في تعويم والسكر هيغلى، حرام حد يجمع بضاعة ويخزنها عشان لما السعر تغلى. اي بضاعة الناس بيحتاجوها حرام تتجمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المحتكر خاطئ. ده حرام، والفلوس اللي مجاه حرام، والمكسب اللي هيكسبه هيصرفه على الدكاترة وهيصرفه في خراب بيته. لا يجوز ان انا اجمع السلع عشان تغلى من السوق. لو انت جمعت وانا جمعت وده جمع، السعر السلع هتقل وسعرها هيزيد، فده حرام. قال صلى الله عليه وسلم: المحتكر خاطئ. قولوا قول هذا، استغفر الله. سائل يسأل: واحد شال عندي مبلغ أمانة عشان خايف يحطه في البيت، 50,000 جنيه، رحت أنا واخد 50,000 جنيه ومتاجر فيهم. ليك حالتين: حالة تكون خايف للأمانة، وحالة تكون اللي عملته ده حلال وما فيهوش حاجة. طب إمتى يكون حلال؟ لو أنت معاك في البنك مليون أو فوق 50,000، فقلت 50,000 بتوع الراجل دول هما اللي في البنك، وأنا هاخد دول أشتغل بيهم. يبقى أنت ما شغلتش فلوس الراجل، فلوس الراجل موجودة سايلة، سايلة مش متجمدة. ساعتها حلال، اعمل اللي انت عاوزه. طب في حاله تانية: انت ما تملكش اي فلوس سائله وكلها متجمده في جمال، في خرفان، في بيوت، معكش فلوس سائله، رحت مشتغل بفلوس الراجل، كده حرام بقى، كده انت خاين الامانه، ويجب تتصل بيه وتقول انا شغلت الفلوس وكسبت 5,000 جنيه، انت 2,500 وانا 2,500، وسامحني على خيانه الامانه. حرام تتصرف في فلوس وانت مش مغطيها برصيدك. انا اديتك امانه ما تشغلهاش غير باذن. اقول قصتك في الامانه. سائل يسأل: أنا عاوز أشتري بقرة، أشتري خروف، بروح للعرباوي اللي عنده خرفان وأقول له الخروف ده يلزمني بيعلمهولي، هتبيع الكيلو بكام؟ أقول له بيقول لي ببيع الكيلو بخمسين جنيه، أقول له خلاص ده بتاعي والكيلو بخمسين جنيه، ويوم العيد عاجي أستلمه نوزنوه ونعرف تمنه كام وادفع لك الباقي، ويجي يوم العيد يوزنه يدفع الباقي وياخد الخروف ويمشي. البيع ده محرم. كل اللي بيعمل كده بيأثم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وأجمع العلماء على النهي عن الغرر. البيع ده عشان يكون حلال يوزن الخروف، يوزنه دلوقتي حالا، وتعرف سعره وتعلمه وتمشي وتتفق على الأكل على مين. لازم ما نمشيش غير وانت عارف وزن البقرة وتمنها، وزن الخروف وتمنه، وإلا البيع ده يكون حرام. قل قولي هذا واستغفر لي ولكم. سائل بيسأل: أنا عامل وديعة ب100,000 جنيه أو شاري بيها شهادة استثمار، وكنت باخد مكسب، عرفت إن شهادة استثمار ده ربا وأشد عند الله من 36 زانية، أعمل إيه؟ يجب عليك فورا تكسر شهادة الاستثمار. طبعا أخسر، تخسر، تخسر في الدنيا بدل ما تقعد في بحر دم في القبر لحد يوم القيامة وتخش نار جهنم. طيب الفلوس اللي أنا أخسرها دي أعمل فيها إيه؟ أقول لك: لو انت خسرت 20,000 وانت واخد 30,000 مكاسب شهرية، يبقى العشرين دول مكان 20 اللي انت خدتهم، ويتبقى عليك 10,000 جنيه تطلعهم صدقة، عشان اصحاب الربا اللي البنك اكبرهم ومص دمهم هيجي من قام يقولك هات فلوسي، يبقى هتعوض خسارتك من المكاسب اللي انت خدتها. ما كسبتش تكسر وتستعوض ربنا، واوعى تقرب ناحية شهادات الاستثمار ولا تقرب ناحية البنك. جزاكم الله خير. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل بيسأل: أنا طبعت على المعاش وجالي مبلغ من الشؤون الاجتماعية والمعاشات، وجالي مبلغ من النقابة ومبلغ من صندوق الزمان. المبلغ اللي هتاخده من الشؤون الاجتماعية دي فلوس حلال، ربنا يجزيك، ربنا يبارك لك فيها. المبلغ اللي هتاخده من النقابة أو المبلغ اللي هتاخده من صندوق الزمالة، هتقول لهم ما المبلغ انا دفعته، وعيدوك ورقة باللي انت دفعته والمكسب بتاعك. انت ليك كام؟ 50,000 دفعتهم، و50,000 هتاخدهم مكسب. ال50,000 اللي دفعتهم هتاخدهم حلال، وال50 التانية هتتصدق بيهم. طيب اما تصدق بيهم ايه ليه؟ عشان دي فلوس ربا، عشان النقابة وصندوق الزمالة بياخدوا الفلوس يحطوها في البنك، وانت اجبرت على ذلك، انت ما عندكش سيئات، انت اجبرت على ذلك. بياخدوا يحطوها في البنك، بياخدوا المكاسب، بياخدوا جزء لنفسهم وجزء بيدوه لك. فانت حرام تاخد من الفوائد دي، وانت عشان ما تعرفش اصحابها صدق عنهم، عشان يوم القيامه ما يجي يطالبوك تقول لهم حسناتك. لكن حرام تاخد من صندوق الزماله، حرام تاخد من النقابه. جزاكم الله خير.
يقول في تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. سائل يسأل: عندي بنت أخويا مات في حادثة هي ومراته، فخدوا فلوسه وحطوها في المجلس الحزبي، ولاد أخويا كلهم أنا اللي بربيهم دلوقتي، وبعد ما يوصلوا لسنة 20 فلوسهم هتطلع بالفوائد بتاعتها من المجلس الحزبي، ما حكم المال الخارج من المجلس الحزبي؟ هنقول لك المجلس الحزبي دي هيئة بتاخد فلوس القُصّر تحطها في البنوك وتاخد فوائدها ترجعها لهم، فواجب عليك كولي إن أنت تبذل أقصى ما عندك عشان تسحب هذه الفلوس. طيب لو ما قدرتش المبلغ اللي هتاخده، تسأل أنت ليك كام وكسبت كام؟ اللي أنت ليك هتاخده، واللي مالك والمبلغ الزايد دي فوائد ربوية محرمة لابد أن تتصدق بها. لا يجوز ان الولاد ياخدوها ولا انت تمكنهم منها. قولوا قولي هذا واستغفر الله. في تفاصيل الادله انصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات الماليه، الذي يباع بسعر التكلفه، فيه كل ما تحتاج انت ومن حولك. سائل يسال: انا محامي، بيجي الراجل معاه وصل اماله ب100,000 ومش عارف يحصله ومش هيعرف يحصله. انا باخده منه ب20,000 او ب50,000 وبقول له انت خد دول ومالكش دعوه، انا هتصرف. وانا بقى اللي بوسائلي بعرف اجيب الفلوس. هنقول ده حرام، الصوره دي حرام. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. وانت بعت حاجه مش عندك، بيع الوصله وبيع الشيكات لا يجوز. طب ايه اللي يجوز؟ اللي يجوز الاجاره. انا هديك الوصل كمحامي وليك 20,000 30,000 زي ما نتفق، دي اسمها اجاره شرعيه. ما تاخدش فلوسك غير لما تجيب الحاجه، تبدا تاخد مثلا اجزاء ماشي، عباره تعب، انا بديك تعبك، لكن انت ما تشتريش الوصل. شراء الوصله حرام الا بتمنها، تاخد الوصل بنفس القيمه بتاعته. جزاك الله خير. سائل يسال: انا هحط فلوسي في البنك واكل الفوائد وهحطها في رقبه الازهر، لان هو اللي اباح لنا وهو اللي يتحمل الاثم. اقول لك الكلام ده لا يجوز شرعا. ليه؟ أولا لأن الأزهر من يوم دخول الإنجليز مصر وإنهم حاولوا يحولوا مصر لدولة ربوية، الأزهر كل سنة كان بيصدر فتاوى صريحة وواضحة إن الربا حرام. الكلام ده ثابت بالأرقام والمستندات من 1907 لحد 1983. سنة 1983 جت أوامر للعلمانيين إنهم يمكنوا العباد القبور من قيادات الأزهر وقيادات الأواقف. من اللحظة دي بدأ الضلال يطلعوا فتاوى الحل بتاعت الربا، غير كده الأزهر عمره ما قال كده. تاني دليل، تاني سبب، إن الرسول قال: إنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ ما قالناش نختاروا أسهل حاجة ونعلقها في رقبته. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي، علينا بالدليل. اللي مش هياخد بالدليل هياخد ذنبه وذنب من أضله بغير علم. جزاكم الله خير. في تفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك. ما حكم السحب عن المكشوف؟ يعني إيه السحب عن المكشوف؟ واحد معاه فيزة مشتريات، فيزا من البنك، بيقول له اشتري ب20,000 جنيه، اسحب 20,000 جنيه وأنت ما عندكش إيه؟ رصيد. وقدامك 45 يوم سماح، لو دفعت ال20,000 اللي انت استلفتهم في ال20 يوم مش عايزين منك فوائد، لكن لو عدى ال45 يوم هتدفع ال20 دي بفوائد. مجرد ما تسحب جني عن مكشوف يعني من غير حساب، انت اكلت ربا اشد عند الله من 36 سنه. ليه؟ لسببين. اول سبب ان انت قابلت ان انت تاخد ربا لو حصلت لك ظروف. مجرد قبولك الربا ده أكل ربا. الشرط السبب الثاني إن أنت ممكن تمرض، ممكن تموت، ممكن تنسى، ممكن يحصل لك أي ظرف وما تسدش في 45 يوم، يبقى أولادك كمان كانوا ربا. لا يجوز السحب على المكشوف من الفيز، حرام ربا. جزاكم الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة وتحقيقها، ننصحك باقتناء هذا الكتاب، فإنه ثروة، ففيه كل ما تحتاجه لإتقان فقه البيوع والمعاملات المالية، وهو بسعر التكلفة، أي بربع سعره. قناة يوتيوب
مدرسة أحمد حسني. ما حكم عمل حساب في البنك؟ الحساب في البنك نوعين، حساب توفير وحساب جاري. حساب التوفير ده ربا أشد عند الله من ناكح أمه وأشد عند الله تعالى من كل الذنوب، وبينزل في بحر دم في أول ما يموت لحد يوم القيامة، وبيصحى يتخبطه الشيطان من المس. خلاص، ده الحساب التوفير. في حساب تاني اسمه حساب جاري، الحساب ده معلوش فوائد، ما فيهوش ربا، فبيعمله صاحبه عشان يحول منه فلوس أو يحول ليه فلوس، وده يجوز بشرط واحد بس. إيه الشرط دوت؟ إنك ما تخليش في فلوس، زي الفيزا بتاعة المدرسين الموظفين، ده حساب جاري ما فيش فوائد عليه، فأنت مفروض ما تخليش في الفيزا فلوس، وما تخليش في الحساب الجاري بتاعك أي فلوس، وإلا هتبقى عند البنك على الربا، إن أنت اديته فلوس عمل بها ربا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جزاكم الله خير. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.